أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413031. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين نقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983. العربية فيها رخصة لمدة سنة، مرور برقاش الجيزة، العربية رشة خارجي فقط، دواخل العربية فابريكا بدون جرام بوية واحد، العربية الموتور بتاعها شغال بدون مشاكل، العربية آلات الجر والشاسي والكورونا والفتيس كله شغال بدون اي مشاكل، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983. سعر العربية 50,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. سعر العربية 50,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-824-29669. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-824-29669. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة عقراتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.